فإن النظام يستفيد من الظروف الخارجية والوضع الإقليمي من جهة، كما أنه مدعوم ومساند من قبل الأنظمة الخارجية التي تشغله كبريطانيا وتضع له الخطط وترسم له الاستراتيجيات، أو تسلحه كالنظام الأمريكي، أو تعتبره نظاما تابعا وحديقة خلفية كما يعبرون كالنظام السعودي. فترجع أسباب هذا التصعيد الأخير إلى نفس طبيعة النظام من جهة أخرى، هذه الطبيعة العدوانية التي ذاق مرارتها وويلاتها الشعب البحريني منذ أن وطأت أقدام العتوب أرض البحرين وشردت من شردت وقتلت من قتلت حتى امتلأت المهاجر والبلدان، وأصبح للجالية البحرينية على امتداد أصقاع الأرض وجود وحضور في الخارج. نعم، يمكن لهذا التصعيد الأخير أن تكون له أسباب مباشرة، يعني الحديث تارة يكون عن الأسباب البعيدة، أسباب الأساسية والأصلية، وهي وجود نظام بهذه الذهنية، نظام بشع، نظام مجرم، نظام يريد أن يفتك وأن يقتل وأن يبسط يده، وجد في هذه الجزيرة من الخيرات ومن الموارد الشيء الكثير. هذا النظام، هذه الأسباب البعيدة. إلا أن التصعيد في الفترة الأخيرة وبشكل واضح اكتسب دعما خارجيا إسرائيليا، غير مسألة الدعم الأمريكي والإنجليزي. تأتي مسألة التصعيد في البحرين كحلقة في ضمن سلسلة، وليست حلقة يتيمة ومنفردة ومعزولة عن المجتمع، عن الدول، عن المنطقة بأكملها، وإنما تأتي في ضمن حلقة تكلم عنها تركي الفيصل عندما زاره، عندما حصل له ذلك اللقاء مع بعض الشخصيات الإسرائيلية، وتكلم بكلام جعلهم يضحكون، إلا أنه كان كلاما واقعيا، وهو أن هذا التحالف من خلال العقول العربية ومن خلال المال الإسرائيلي، هذا ما كان موضع السخرية، إلا أنه له مقدار من الواقعية. فإن الإنسان مو صحيح أنه دائما يسخف ماذا العدو الذي يقابله، العدو الذي يقابلك لابد أن تحسب حسابه، لابد أن تقيم قدراته. العقل السعودي والعقل الخليجي والمال الذي يوظف هذه القدرات بإمكانه أن يصنع الكثير من الويلات، وصنع الكثير على امتداد الكرة الأرضية، من سوريا، من العراق، من لبنان وبقية دول العالم، إلى درجة أن يصل هذا التحدي حتى إلى الدول الداعمة لهذه الأنظمة، إلى درجة أن تتحدى الإدارة السعودية، النظام السعودي، حتى النظام الأمريكي، ويساهمون حتى في مسألة الانتخابات في أمريكا في دعم هذا المرشح أو ذاك المرشح، ويشترون مواقف دول كبرى، ويشترون مواقف منظمات عالمية. وشكلت فضيحة، الفضيحة الأخيرة مسألة منظمة الأمم المتحدة ورفع اسم السعودية من القائمة السوداء بعد تلك المجازر التي شنتها على اليمن. فتأتي مسألة البحرين في ضمن هذه السلسلة وفي ضمن هذا التصعيد الذي تديره هذه الأنظمة الخليجية وتموله بمعية النظام الإسرائيلي الصهيوني. وهذا ما يفتح نافذة واسعة للحديث عن نظرة الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى خطورة وجود هذا الكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة.
هذا النظام الصهيوني، هذه الغدة السرطانية خطورتها لا تقتصر على فلسطين، والتي ربما كانت نظرة ساذجة إلى الكثير أنه ليش يوم القدس العالمي وإحنا شكوا إلى القدس العالمي، لماذا لا يكون يوم سامراء العالم، خب أئمتنا مقاماتنا وكذا. ولكن هذه النافذة تبين لنا أن وجود إسرائيل في هذه المنطقة بمعية السعودية هو أكبر خطر وضرر على جميع الشعوب بما فيها شعب البحرين. وكانت هناك مساهمات وتدخلات حتى ودعم حتى من الكيان الصهيوني الغاصب. نعم، يراد لهذا المشروع الجديد أن تكون بوصلته وأن تكون قبلته وأن تكون الحركة والمنطلق الأساسي من فلسطين، مرورا بشرق الأوسط ودول الخليج وغيرها. لكن بأي معنى أن تكون القبلة فلسطين؟ يعني أن تشترى فلسطين بأكملها بالمال الخليجي، وأن تشترى المنظمات والحركات المقاومة مثل حماس وغير حماس، وهذا ما ربما ظهرت منه بعض التصريحات، وتتحول مثل حركة حماس إلى جماعة حماس المسلحة بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية، وما الموقف الفلسطيني الداخل بأكمله يتم تغييره ويتم شراء هذه القضية وما دار حولها من قضايا المنطقة لا سيما في دولنا الخليجية. نعم، النظام في الفترة الأخيرة استشعر وجود هذا الخطر. ليش النظام صاعد؟ من ضمن الأسباب أنه استشعر خطرا وجوديا. هذا المستشار شو اسمه صلاح البندر يقول بأن حمد كان يخاطبني يا صلاح أن احنا أخذنا الملك من عند أجنادنا وعلينا أن نوصله إلى أحفادنا، مو إلى أولادنا، إلى أحفادنا، لازم يبقى في أسرة آل خليفة. هذه الثورة في 2011 جعلت النظام يحس بالخطر الوجودي، رفع عنه الغطاء تماما من خلال الحضور الجماهيري الذي شكل حالة من الاستفتاء الشعبي، وسقطت جميع المواثيق والعهود، ولم يبقى للنظام أي وثيقة عقدية تجمعه من جهة مع الشعب البحريني من جهة أخرى. وهذا كان ظاهر في الإعلام البحريني، في تلفزيون البحرين، في مقالات في الصحف البحرينية في سنة 2011 أنه كنا مرتهنين والبحرين رايحة وإلى خطر وكذا، فهم كانوا يشعرون ولا زالوا يشعرون بالخطر الوجودي. هذا بالإضافة إلى مسألة الوضع الإقليمي والأزمات الإقليمية وما يعصب بهذا النظام وبقية الأنظمة من مخاطر ومن تهديدات. لهذا نعم، من هذه مجموعة من المبررات والأسباب التي جعلت النظام يقدم على هذا التصعيد في الفترة الأخيرة. نعم، هذا يجي في كيفية المعالجة، كيفية المواجهة، وربما يأتي في محور السيد أيضا يتعرض إليه، وهو مسألة تقييم الأداء وكيفية التعاطي العلماء والشعبي. وهذا في مجال الحديث، يعني أنه أنت أمام هذا الجو الموجود عندك داخليا، كيف تستثمر هذا الوجود العلمائي والشعبي والشبابي وكل ما هو موجود عندك، وتوصل هذا التناسق إلى مرحلة الإنتاج. يعني صحيح التقييم سهل، التقييم والإشارة وأن هذا الخطأ أو إلقاء اللوم هذا على ذاك الكلام، أنه كيف أوظف هذه الحالة، ربما السيد يتعرض إلى مثل هذه النقاط. نعم، أقول وكان في المحور هذا الأول، ليش هذا التصعيد الأخير؟ هذا من ضمن الأسباب. نعم، كونهم أعداء وأعداء على الوجود هذا الشغلة واضحة، وأن مسألة المال الموجود، هذه الميزانية التي ذكرها البندر في البنوك كان 191 مليار كذا، هذه الميزانية مو شيء يترك، ولو أنهم يقتلون حتى من عائلة آل خليفة كما قال أحد الشخصيات الكبيرة في البحرين، لو يقتلون من ضمن عائلة آل خليفة 1000 شخص ما يهدون
الحكم. هذه مسألة واضحة، يعني مو أنه مسألة ماذا، هم أعداء وجود على هذا الأساس. نعم يستفيدون، يستفيدون من الظروف الخارجية، كما أن العامل الأساسي هو الأداء الداخلي، هذا صحيح، وعامل إضافي ومخاوف واقعية وإضافية وخاصة بهذه الفترة، مسألة تورط هذه الأنظمة في الخارج وشعور هذا المحور بأكمله أن هناك خسائر. يعني السعودية حينما تريد أن تعوض الخسائر في البحرين، هذا يكشف أن هناك تخبط، أن هناك خسارة، وأن هذا المحور يفكر بعقل جمعي، الكل متعرض للخطر، فهم يحاولون أن يعوضوا هذه الخسائر في الداخل، وهذا ما يجري على تركيا وغيرها، والتي ستنحو منحى التطهير الداخلي من أجل المحافظة على استقرار هذا الحكم وهذه المنطقة، وهذا ما تدعمه الأنظمة مثل أمريكا وبريطانيا، تريد منطقة مستقرة. ولهذا القتل لن يكون بنحو الإعدام المعلن، وإنما قتل خارج القانون هادئ وما إلى ذلك.